ينضم إلينا عبر الهاتف من كركوك منسق مؤسسة العراق الدولية للإغاثة والتنمية وسام توفيق. أستاذ وسام، مرحبا بك. قمتم بتوزيع لحوم الأضاحي على العائلات النازحة في محافظة كركوك، يعني لو تحدثت عن هذه الحملة. تحية طيبة لك أخي الكريم. أهلا بك. كما تعلم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وفي سلسلة الحملات الإغاثية التي تقوم بها مؤسسة العراق، فقد وزعت مؤسسة العراق الدولية للإغاثة والتنمية لحوم الأضاحي على العائلات النازحة من قضاء الحويجة والقرى المحيطة بالقضاء، وكذلك من مناطق الدوز وسليمان بيت والقرى المحيطة بهم كقرى بفطني وينججر التابعين لمحافظة صلاح الدين. وكذلك تم توزيع هذه اللحوم على العائلات المتعففة المتوزعين في مناطق مختلفة داخل مدينة كركوك. وقد شمل هذا التوزيع 150 عائلة كما ذكرتم في مناطق حي النصر الأولى وحي النصر الثانية ومنطقة العروبة ومنطقة الممدودة وحي الحجاج وحي الوحدة، وتم ولله الحمد توصيل بعض هذه الحصص إلى منازل تلك العائلات في المناطق المذكورة. الحملة يعني شملت أيضا العائلات المتعففة في المحافظة، إلى أي مدى ترى أن العائلات يعني دون النازحين يحتاجون أيضا لهذه المساعدات؟ يعني ليس فقط النازحين أو النازحون من يحتاج إليها. نعم، لأن هنالك من العائلات المتعففة أصحاب الدخل المحدود، وكذلك العائلات المتعففة منهم من لا محيل له كالأرامل والأيتام، فهؤلاء أيضا مسؤوليتهم واقعة على عاتقنا في إغاثتهم وفي مد يد العون لهم، سواء كانت المواد التي تصل إليهم مواد عينية أو سلات غذائية أو منح مالية أو لحوم أضاحي. كيف وجدتم ردود فعل النازحين والأهالي على هذه الحملة؟ ولله الحمد كان استقبال يعني طيب، بالشكر والثناء لمؤسسة العراق الدولية، وخاصة أن مؤسسة العراق الدولية عبرت من خلال هذه الحملة بتوزيعها لحوم الأضاحي مشاركة منها لهذه العائلات النازحة والمتعففة لفرحة عيد الأضحى المبارك. شكرا لك أستاذ وسام توفيق، منسق مؤسسة العراق الدولية للإغاثة والتنمية، لوجودك معنا.